انت منيحه؟ ايه. اكيد منيحه؟ ايه منيحه. بنايتك لسه لقدام، فهميني ليش قلتي لي وقف هون؟ شو المشكله؟ بنزل هون احسن، ما في داعي الكل يشوفوك هون. شو قصدك؟ الكل هون بيعرفوا انه عندك سياره كبيره، يعني اذا شافوك موصلني بالليل رح يحكوا علينا. بس انا ما عندي سياره صغيره يا نيها، قصدي خلص بشتري وحده بكره. بس لا 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 تشتري سياره، خلص وصلني بالتاكسي. اشتري تاكسي؟ لك لا، مو قصدي تشتري تاكسي، قصدي اذا بتوصلني بالتاكسي ساعتها ما حدا رح ينتبه علينا. بس بالتاكسي؟ ايه بعرف، السيد ياش باردان الرجال اللي بيملك شركة كبيرة، ما حلوة بحقه يطلع بتاكسي، ما هيك؟ شبنا نيها، أنا ركبان كتير تكاسي من قبل ووصلتك فيه أكتر من مرة كمان. ايه كان الوضع غير وقتها. طيب روحي هلأ لأطمن عليك. ايه أنا ساكنة هون أساساً، أنت روح. ليلي انتبه على حالك، المهم سوق على مهلك. إذا بسوق على مهلي ما بوصل على البيت للصبح. روحي أنت، رح أستنى شوي وبعدين بمشي. لا امشي بالأول، يلا نيها. روح أصلاً دقيقة وبصير بالبيت، يلا. ايه؟ روح. لكان روحي. لك أنت روح بالأول. لا أنت. لا أنت. خلصنا. أنت. أنت روح. لا أنت روحي. شبك؟ بس أنت رح تروح بسيارتك صح؟ بعدين بيتك بعيد، أما أنا فساكنة هون. يلا. لا روحي أنت بالأول. لا أنت. يلا روح بقى. أنت. لا أنت بالأول. خلاص روحي أنت. خلاص طيب رح روح. بس بتبعتي لي رسالة أول ما توصلي ها؟ إيه؟ إيه ماشي اتفقنا. ليك بس أصحك تستعمل موبايلك وأنت عم تسوق، سمعت شو عم قلك؟ أكيد. دير بالك منيح وسوق على مهلك، خاف إنه يصير لك شي، انتبه منيح ماشي؟ لا تخليني أقلق. يلا روح هلأ بتتأخر، يلا أمشي. باي. مسيك. باي. باي. أنا رح أمشي، باري بتكون ناطرتني. وأنا كمان رح روح. فيك تروحي لحالك؟ بتعرفي تعالي لوصلك. لا شو عم تعمل؟ باي نيها. بكرة ناطرك بالمكتب. باي. باي. باري؟ ماما؟ ماما شو صاير لرجلك؟ شو؟ عم توجعك؟ ايه حبيبتي التوا كحلي، تعي. ماما بتعرفي انا اليوم انبسطت كتير على فكرة، لأنه عمو حكالي حكاية حلوة. عن جد؟ بس عمو نسي النهاية، لهيك خالته هي اللي قالت لي نهاية تبع القصة. شو بكي ماما؟ مالك منتبهة انه الباب مسكر؟ ليش عم تبعت لي رسائل وانت عم تسوق؟ ما تقلقي، ما عم ببعت لك رسالة وانا عم سوق، صفيت السيارة وعم ببعت لك. امي انا ما فيني افتح الباب. ايه هاتي يلا، بس انتي لازم تتعلمي تفتحي.
بتعرفي شو؟ أنا ماني مصدق إمتى يصير بكرة لحتى أروح على المكتب. أمي؟ شو النكتة يلي ضحكتك؟ نكتة؟ إيه أمي، النكتة يلي عم تقريها على الموبايل. ما عم أقرأ نكتة. لكن ليش ضحكتي؟ أنا عم ببعث رسالة مشان الشغل بكرة، الموضوع مستعجل. يلا فوتي تعي. مالك جوعانة؟ رح أعمل لك باذنجان محشي. هي باذنجان محشي، هي باذنجان محشي. كأنه في شي شغلة صايرة مع ماما. أستاذ نمشي؟ إيه امشي. حلو، في شي؟ سوق يلا. صار لي زمان ما أكلت هاي الأكلة. بفهم إنك بتحبها؟ كتير. بعدين أنا بحب كل شي بتطبخيه إنتي. يا ترى ماما ليش عم تبتسم كتير؟ لا أكيد في شي صاير معه.